قاسم مراسل شبكة شام الإخبارية. صهيب القاسم، هل لك أن تضعنا في صورة الوضع الميداني في ريف دمشق، وهل المعارك لا زالت مستمرة هذا الصباح أم هدأت بعض الشيء؟ طبعا طبعا، يعني أبدأ الآن من المجزرة المروعة التي حصلت في دارية. يعني إلى الآن وصل أعداد الشهداء إلى ما يقرب حوالي 370 شهيدا بدارية، عرف منهم حوالي 74 شهيدا موثقين بالاسم، وحوالي 147 شهيدا لم يصل اسمهم بعد، و122 شهيدا وجدوا داخل المسجد ووجدوا جانب المسجد في القبو. كذلك بقية الشهداء في الريف الدمشقي البارحة، 5 في أسبينة و3 في المعظمية، وشهيد في كل من دومة وجراجير والبلالية وقدسية وزملكة وحرستا والتل، بينهم 3 سيدات و5 أطفال و3 شهداء تحت التعذيب. أعرج على دارية، يعني على المجازر الجديدة التي حصلت في مسجد أبو سليمان الديراني، وأكثر من 221 جثمان اليوم وعوائل البارحة، وأبيدت عوائل أبيدت بكاملها في دارية المنكوبة بكل ما تعانيه من معنى الكلمة. كذلك في معظمية، طيب هل يمكن أن تشرح لنا ملابسات ما وقع في مسجد دارية؟ لأنه هذه هي المجزرة وما حدث، ليس لدينا تفاصيل بالتحديد ماذا وقع وكيف تم قتل وإعدام كل هؤلاء المدنيين. نعم أخي الكريم، يعني بعد القصف الشديد على دارية لجأ الأهالي لجامع أبو سليمان الديراني، ظن منهم أنهم سيكونون في أمان الله، يعني هو بيت الله الحرام، هو بيت الله، إلا أن كتائب يعني الأسد المجوسية لا ترعى حرمة للمسجد ولا انسان، فقد استهدفت الجامع وقتلت كل من ما فيه. يعني العثور على حوالي 122 جثه في مسجد ابو سليمان الديراني معدمه ميدانيا، غير المجازر التي ارتكبت. هذا يعني الوضع الذي في المقابل النظام دائما ينفي انه يرتكب هكذا مجازر، ويقول ان هناك مسلحين هم الذين يرتكبون هذه المجازر ويقتلون المدنيين. طبعا اخي الكريم، يعني شاهدنا قبل قليل عن طريق قناه الدنيا وقناه اخباريه السوريه كيف يعني كعادتهم قالوا ان الجيش الحر هو من يفعل هذه الجرائم، وهو من وحتى الشعب يعني نفسه هو من الذي يقتل نفسه. هذا الامر هو منافي تماما، الجيش النظامي هو من الذي قتل هذا الجيش، وشبيحه الاسد هم الذين من فعلوا هذه الجرائم في مدينة دارية، ويوجد دلائل وإثباتات على ذلك. كذلك يعني الدخول بالدبابات، يعني البارحة منذ الصباح، ما هي الدلائل والإثباتات على أنهم هم الذين قتلوا؟ الدلائل، هل هناك تسجيلات مثلا؟ نعم، الدلائل هي مقاطع الفيديو الذي بثها الناشطون عبر القنوات الأخرى، عبر عدة أقنية محلية وأقنية فضائية، يعني تشهد كيف يتم الإعدام بعملية وحشية جدا. حتى بين هناك حوالي 3 عائلات كاملة مكونة من أطفال ونساء أعدمت ميدانيا بالسواطير، يعني حتى بالسيوف أعدمت. هناك مجازر شنيعة حصلت في مدينة دارية، يعني نحن نرجح أن العدد حوالي 370 شهيدا، والعدد في تزايد جدا واضح. شكرا طبعا إلى هذه اللحظات. نعم، شكرا جزيلا لك صهيب القاسم مراسل شبكة شام.